لو الآثار المصرية كلها رجعت مصر، دول أوروبا مش هتلاقي حاجة تملى بيها الميادين والمتاحف بتاعتهم. أهلا بكم في فلوج جديد من روما. بما أنكم اخترتوا أن الفلوج ده يتعمل على فيديو واحد، يبقى ركزوا معايا بقى علشان عندي كلام كتير. بدأت اليوم في ميلان، ويوسف بعتلي والحقني وأنا في محطة القطر، وفطرنا مع بعض على السريع قبل مركب القطر واطلع على روما. معلش ما لحقناش نقعد كتير، بس حبيبي شكرا لك حبيبي. وطول ما انا في القطر كنت متخيل نفسي ياسين تاج ياسين طالع على روما علشان انقذ هنا من بكر الرويعي وسينيور فرانكو. وصلت روما وفضلت مستني الباص ساعة ونص كاملة، وفي الاخر ما جاش، فتمشيت حوالي 2 كيلو للمحطة اللي بعدها وخدته من هناك. المهم وصلت اخيرا واستحميت ونزلت تاني، وفضلت اتمشى علشان استكشف المدينة لحد ما وصلت عند الحديقة دي. فبصيت على الخريطة علشان اشوف انا فين، لقيت نفسي عند ايه ده، فيلا بورجيزي. انت متأكد ان هو ده المكان؟ ايوه هو قال لي كده، فيلا بورجيزي في بينشيو. وهو ده بورجيزي؟ ايوه. مش عاجبك؟ فضلت اتمشى في اتجاه الكوليسيوم والترافي فاونتن، وفي السكه لقيت الراجل ده بيغني. خلينا نسمعه شويه مع بعض. بدأت أجوع وكان نفسي في مكرونة، ولقيت مكان جنبي التقييم بتاعه عالي جدا، بس لما وصلت لقيت شكل المكرونة مش لطيف خالص. بس برضو جبتها وقلت يمكن طعمها يبقى غير شكلها، طلع طعمها أسوأ من شكلها بكتير. فطلعت على مطعم تاني في نفس الشارع، بعدها شفت واحد بيبيع ابو فروه في الشارع، فافتكرت مشهد تاني من نفس الفيلم. عايز اشتري من السوق الحر ابو فروه، نفسي فيه. بعدها كملت تمشيه واخيرا وصلت عند الترافي فاونتن، وكانت زحمه بشكل ما يتوصفش. حاجه مهمه قوي عايز اقولها، ان في اليوم ده ما قدرتش اصور كتير في الشارع، لان مش كل حاجه تتشاف ينفع تتصور او تتحكي، وللاسف مش هقدر اوضح اكتر من كده. على العموم كملت ماشي لحد ما وصلت عند الكوليسيوم، وهناك خطفت كام صوره على كام فيديو كده، وبعديها ركبت المترو تاني. وجوجل مابس خلاني انزل في محطه ما فيهاش حد غيري، واول ما طلعت لقيت نفسي دائري زي ما انتوا شايفين كده. قعدت نص ساعه كامله بلف حوالين نفسي، وكل شويه جوجل يوديني على طريق مسدود. في النهايه قعدت الف لحد ما رجعت لنفس المكان اللي كنت فيه الصبح. وهو ده برجيزي؟ ايوه. وبجد واضح ان في مشكله في المواصلات العامه في المدينه دي، لاني استنيت الباص ساعه كامله تاني، مع انه كان المفروض يجي بعد 5 دقايق. نزلت عند العمود ده اللي مش فاكر اسمه ايه، وبعديها اتمشيت شويه كمان لحد ما وصلت عند المكان ده اللي بيعمل اكتر من 150 فليفر ايس كريم مختلف. من كتر الاختيارات اللي جوه انا بجد ما كنتش عارف اجيب ايه. بس حتى بالليل الجو كان فيه رطوبه عاليه جدا، فبعد حوالي ربع ساعه رحت على مكان تاني شبهه بالظبط، ومش قادر احدد انهي فيهم كان احلى. بعيدا بقى عن الاكل ده، البانثيون، وكالعاده لو عملت زوم ان على اي حاجه هتلاقي الحضاره المصريه منوره. قلت اخد نفسي شويه من افهات الافلام اللي عماله تيجي في بالي كل شويه، ورحت اشرب قهوه في مكان لقيت اسم الكافيه اليسا. او سمعك اغنيه اليسا الواحده تبقى مجروحه ما تبينش. بعديها اخدت الباص تاني، والمره دي بصراحه جيب سرعه وروحت نمت. تاني يوم بقى فطرت على السريع ورجعت نفس المكان تاني. في حاجه نسيت اعملها امبارح وزعلت من نفسي قوي لما افتكرت، بس الحمد لله اني افتكرت علشان الحق اعملها النهارده، عشان لو كنت رجعت مصر قبل ما اقول الكلمتين دول هنا ما كنتش هسامح نفسي. اي حد عارفني شخصيا او متابعني كويس عارف ان انا شخص بسيط وبفرح بحاجات تافهه جدا. فقعدت الف علشان الاقي المكان اللي اتصور فيه المشهد ده، ومتهيألي كده ان هو ده. ده المكان اللي كانوا اتقابلوا فيه في الاول، وده بقى احسن وقت اني اقول سينيور فرانكو بير فافوري. ولا اروح لفرانكو واقول له سينيور فرانكو بير فافوري. انا كده خلاص عملت اللي انا عايزه، بس ما ينفعش اكون في روما وما عديش على مدينه الفاتيكان قبل ما امشي. وعلشان ده كان يوم حد، فالناس كانت فوق بعضها وكانوا قافلين كذا بوابه بسبب التزاحم. particolare saluto i fedeli provenienti dalla Spagna, dalla Polonia. La banda musicale di San Giorgio di Castelcondino. عمالين يقولوا حاجات بالايطالي والناس عماله تسقف، بس انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بصراحه. معلين. بعديها رحت اكل بيتزا للمره الاخيره في ايطاليا، وكالعاده 2 شباب زي الورد بعتولي واتقابلنا. خدت المترو تاني وحاولت ارجع على الاوتيل، وكالعاده نزلت في محطه غلط واضطريت اتمشى حوالي ساعه الا ربع. وان لاست تسويحه. المهم رجعت استحميت للمرة المليون، وكافئت نفسي بتاكسي للمطار. وصلت مطار روما وشفت كذا حاجة عجبتني. اولا المواهب اللي هناك،
والتماثيل اللي هم حاطينها دي برضو شكلها لطيف. بس اكتر حاجه عجبتني ان البوابات الكبيره كانوا حاطين صور للاماكن اللي هم هيطلعوا عليها، يعني الطياره بتاعت باريس حاطه صوره باريس، والطياره بتاعت امستردام حاطه صوره امستردام، وهكذا. المهم انا خدت الطياره ورجعت على المانيا. ولما وصلت كان قدامي بالظبط 40 دقيقة على ميعاد الطيارة التانية، والبوابة كانت في الجزء التاني من المطار، وكان لسه لازم اختم جواز السفر بتاعي. فأول ما طلعت من الطيارة جريت جري ما جريتوش من سنين، ولما وصلت عند ختم الجوازات لقيت طابور طويل جدا، فقلت بصوت عالي أنا عندي طيارة بعد تلت ساعة، فالناس اللي في الطابور مشكورين خلوني أعدي. المهم كملت جري لحد البوابة لدرجة إن جالي شد في رجلي ما جاليش من أيام ما كنت بلعب كورة، وفي الآخر الطيارة تأجلت ساعة إلا ربع وجريت كل ده على الفاضي. هتلاقي فيديوز أكتر في الستوري هايلايتس على انستجرام.